السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أي حاجة بنكتبها لازم تبقى بين البادي اللي هو دوت ودوت، اللي هو الوسم دوت والوسم دوت، أو التاج دوت والتاج دوت. طيب لو أنا عايز أكتب حاجة ويبقى فيه مسافات، يعني دلوقتي أنا حاطط مسافات كبيرة كده بين ده وده ودوت وسيفت، وجيت هنا وقلت له F5، هتلاقي ان هو اوتوماتيك المسافات دي كلها بيخليها حاجة واحدة بس، مسافة واحدة بس. طيب لو انا عايز احتفظ بالمسافات بعمل تاج كده واقول له بري، يعني بري فورمات بري، وهاجي هنا ادي له الوسم دوت واقول له بري، وطبعا الشرطة. اجي هنا ادوس F5 هتلاقي ان هو حافظ على المسافات. طيب لو انا دلوقتي عندي كذا فقره بالشكل دوت، تمام، وقلت له كنترول اس وجيت هنا دوست F5، هتلاقيه حطهم ورا بعض بدون اي مسافات بدون اي تنسيقات ومش مهتم بالفقرات. طيب لو انا جيت هنا وقلت له اعمل لي ده وسم ان ده H1، وخدت الوسم دوت وقلت له خلي ده H1 H1، وجيت هنا برضه قلت له H1، وهنا اللي يعني هيدر بالشكل دوت، وقلت له كنترول اس وجيت هنا دوس F5، هتلاقي ان ده عمل ده هيدر 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 وخلى كل فقره لوحديها. طيب لو جيت هنا خليت ده H2 H2، يعني اصغر من H1، وده خليت ده H3 وده H3 وده H5 وH5، ودوس كنترول اس وجيت هنا دوس F5، هتلاقي ان ده ال H1 هو كبير، H2 اصغر اصغر اصغر، تقريبا اصغر حتى من الخط العادي، وهكذا. ده بيسهل عليا ان انا انظم الشغل بحيث ان هو ينفع يتركي.